سؤال يا شيخ، في حديث يقول من هاجر أخيه المسلم 3 أيام دخل النار، ما صحت الحديث؟ من هاجر أخيه المسلم 3 أيام، أكثر من 3 أيام من هاجره، هاجره دخل النار. والله الحديث بهذا اللفظ نعرف يعني، لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث هذا يا شيخ يعني ما مر عليه؟ لا، فهجر المؤمن حرام حتى لو كان فاسقا عاصيا لا تهجره، إلا إذا كان الفاسق أو العاصي يستفيد من الهجر فيخجل ويتوب فلا بأس أن تهجره من أجل الإصلاح. نعم.